الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم السرداب وراء المؤذن؟ وإذا كان ليس واجبا فما هو الطارئ له عن الوجوب؟ سرداد يعني متابعة المؤذن، قصد متابعة المؤذن، ما يسمى سرداد، هذا يسمى متابعة. فهذا فيه الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة سامعه صلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، آت اللهم مقاما محمودا إلا لوعده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الدعاء. إذا قال لا إله إلا الله يقول: اللهم صل وسلم على محمد، اللهم رب هذه الدعوة، كما إلى آخره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا فضل عظيم، فضل عظيم، وليس واجبا، هذا من فضائل الأعمال، فمن تركه فلا شيء عليه. الرسول ما أمر في هذا أمر، وإنما قال: من فعل كذا من فعل كذا فله كذا، ولم يأمر يقول قولوا مثل ما يقول المؤذن كما توهم السائل، وإنما الرسول قال: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول إلى آخره.